إلى ذلك استشهد نحو 25 شخصا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين وشقيقته حديثة الولادة. وحملت جدة الطفلين جثمانهما لوداع والدهما الذي كان يتلقى العلاج بالمستشفى. اللهم أجرنا في مصيبتنا وقفتنا غير الوضع. أنا بس بدي أوجه رسالة لنتنياهو، بدي أقول له أولادي كلهم في ده الوطن، أولادي كلهم في ده فلسطين وأنا أولهم. هو مفكر لما أنه يتشطر على الأطفال هدول بده يعمل إشي؟ هو هيك نجح مثلا؟ حقق اللي بده إياه؟ ما حقق اللي بده إياه. خلاص في مثل عندنا شو بيقول؟ ما بحك جلدك غير ضفرك، واحنا القدس النا مش لحدا، واحنا اللي بدنا نحررها.